يشاهدها ربما لا يعرف إن كانت رقصة أم فنا قتاليا، ولكن من يؤديها ربما تجد عنده الإجابة. كابويرا كلمة برتغالية تطلق على أحد فنون القتال، حيث مارسها سكان الغابات في أفريقيا. وانتقلت إلى البرازيل مع انتقال العبيد. الكابويرا أنشئت من أجل الدفاع عن الحرية، وهي بالنسبة لي الحياة. أجد نفسي وأنا ألعب، وكذلك كل من يلعب سيتعرف على ذاته من جديد. الكابويرا تجمع ما بين الرقص والقتال، وتم إضافة الرقص كوسيلة لتشتيت العدو، ولا يمكن أن نغفل الاحترام والأدمية، فهي من القيم التي تعتمد عليها الكابويرا، فالمدرب يتحول تلقائيا إلى متدرب بمجرد تواجد من هو أقدم منه. أول من أدخلها في مصر هو كابتن أحمد سليمان، وانضمت إليه كابتن ياسمين الشرقاوي. هي لعبة فن من الفنون القتالية، بس في نفس الوقت مش عنيف، ما بيعلمش العنف، بالعكس بيخرج طاقة يمكن سلبية كتير قوي 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 نتيجة استخدام الموسيقى، استخدام الحركات الموفمنت الدانس بتاعتها، تمام؟ فبتخرج طاقة، بتخرج كبت عند البني آدم، بتخرج العنف مش بتزوده، بعكس رياضات كتير. ليها فلسفة، ليها علاقة بالأرض، بالاتزان. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتنقصنا في حياتنا هنا في مصر الاتزان والتوازن. الكابويرا بتشتغل أصلاً على الاتزان والتوازن، إزاي إن أنتِ ما تخليش اللي قدامك يخليكي أوت أوف بالانس، يفقدك اتزانك. إن الكابويرا أصلاً معمول عليها دراسة من اليو إن واليونيسيف إن هي بتعدل سلوك الأطفال من السلوك المائل للعنف إلى السلوك الطبيعي، وبتعالج أمراض كتيرة قوي منها درجات فرط حركة وحاجات كده كتير جدا، وبتعمل كمان سبورت لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أنواعها وبجميع درجاتها. فمن ضمن الحاجات اللي الكابويرا بتعملها سبورت جامد قوي هي تغيير السلوك العنف اللي هو العنفواني اللي هو السلوك العنيف. تعتبر الجينجا هي حجر الأساس لحركات الكابويرا سواء البطيئة أو السريعة، لذا لابد على أي لاعب أن يتقن الجينجا من أجل الحفاظ على التوازن. اخترت الكابويرا من دون قصد، يعني هي زوجتي اللي اختارتها وانا رحت معاها كده، يعني خلاص اللعبه حكت لي عليها دانس وفايت مش عارف العب معاك تمام، بس بعد ما رحتها يعني خلاص، يعني قلت اروح اجرب شهر، بعد كده ما سبتهاش بصراحه. لقيت فيها كل حاجه انا محتاجها، الفايت، الدانسينج، ميوزك، يعني كل حاجه كنت محتاجها لقيتها فيها، والاكروباتيك مختلفه عن اي رياضه تانية. بتخرجني من مود حاجات كتير، حتى انا اصلا بدرس صيدله وكده، هي بتخرجني من مود المذاكره الصعبه والثقيله، وما ارهقتنيش خالص عن المذاكره، وجبت تقديرات ونجحت وكل حاجه. فانا بنصح كل البنات ما يلعبوها، بتديكي جرأة، بتديكي ثقه في نفسك، تمشي في الشارع انت مش خايفه من اي حاجه، عشان فيها تمرين كتير وسونجز وميوزك وطبلة. انا اخترتها عشان هي بتقوي الجسم، بتقوي العضلات وتعمل لك عضلات وتخليك فليكسبل. هي فيها كيكس قوية وعشان أنا بحبها، وهي الكيكس القوية دي بتنمي عضلاتي وبخلي جسمي كويس، وما عشان ما تعبش وما عياش فبتقويني. آلات إيقاعية، موسيقى تقليدية وأسلحة، استطاعت الكابويرا أن تجمعهم سويا في تناغم بين الروح والجسد والعقل، يكسبك الشعور بالقوة والتحكم والاتزان. حسنت أكرم، النيل.